فين يا نوشة؟ ليه انت مقتنع بكده؟ انا مش مقتنع. اصبري حضرتك استني بقى هسمعك هسمعك بقى رايي. انا بسمع يعني يا نوشة. ايه اللي انت مبسوطه ان انا موجوده مع حضرتك النهارده واهلا بالاستاذه. اهلا بيك. بس عندي كومنت بسيط. لا يعني قبل ما تقولي كومنتات نشوى بترحب بان اي زوج عايز يتجوز. يا سلام اتفضل يا حبيبي طالما قادر. مش هتطلب ايه؟ يعني طالما قادر ماديا يعني ان هو يعدل ما بين الاثنين. وانت هتقيسي القدره دي ازاي في العدل؟ ما انت هتجربي لسه. الراجل محترم هو اللي يقدر يقيس القدره دي ما بين الاثنين. هو محترم يا نوشه لكن انا مش ضمني باللي هيتجوزها. ممكن تقسيه عليا، ممكن تقسيه على اولاده. ساعتها الموضوع هيرجع له هو. لو شخص محترم وراجل محترم، لو هي الثانيه هتقسيه على الاولانيه او الاولانيه هتقسيه على الثانيه، فهو الحكم. ما هو الراجل هو رب البيت وهو راعي الأسرة. تمام. فهو الحكم ما بين الاثنين وقادر ان هو يقود الاثنين. طب وانا احط نفسي في قياده في ميزان مع زوجة تانية؟ طيب عشان كده انا كنت بقول لحضرتك في البدايه، انا عايزه اقول كومنت بس. فضل. على الاستاذه لما بتقول فضل. ان في زوجات بيكتشفوا ان ازواجهم كانوا متجوزين عليهم وبتكتشف ده بعد وفاته. طب انا ايه اللي يخليني اتحط في الموقف ده وجوزي يفضل متجوز عليا وانا ما اعرفش حاجه؟ طب ما احنا نقول دي اسهل. في دي اسهل بالنسبه لها من انه يتجوز وهي عايشه على حياه عينها. من انه يتجوز وهي هو عايش وهي عايشه على حياه عينها. حضرتك سيده قانون مش كده؟ اكبر قهر في العالم. سيده لا ثواني يعني حضرتك تناقشيني دلوقتي كسيدة قانون ولا كسيدة مصرية؟ لا دلوقتي ترفض كأنثى موضوع تعدد الزوجات. الاثنين برفضهم. لا ما هو كسيدة قانون انا بقول لحضرتك وبالأنثى برفضها. ما يصحش ان حضرتك تقولي كسيدة قانون ان انت ترفضي تعدد الزوجات، لان القانون والشريعة مش حضرتك دارسة قانون وشريعة. لا دارسة قانون وشريعة. طيب الشرع بيرفض. الشرع بيرفض. كان النبي نفسه رفض عليه الصلاة والسلام رفض ان أيوة. علي بن ابي طالب يتجوز ليه على بنته؟ ليه؟ لا ليه دي بقى ما لا ليه ليه ليه, ليه لا, 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 لا 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 ما انا عايزه ما حضرتك دارسه فقه وشريعه، انا عايزه رد حضرتك على النقطه دي بالذات. ولم يجرؤ على الزواج الا بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام. ده اللي حصل. ليه رفض ان هو يجوز بنته؟ ساعتها طلع خطب وقال طب ما انا عايزه بس حضرتك في النقطه دي. بنت رسول الله أيوة. بنت عدو الله. بس ما هو ده اللي بتكلم فيه. ولو كان جاب اي واحده ثانيه كان هيقول نفس. هو حضرتك كنت موجوده ساعتها عشان تسالي الرسول؟ ما انت برضه ما كنتيش موجوده. لا ما هو الشرع، ما هو ربنا يا جماعه هو اللي منزل الشرع ده وهو اللي محلله. تمام. ومدي الرخصه للراجل ان هو يعدد. تمام. وبالتالي ادى رخصه للست على فكره، ادى رخصه للست انها تقبل او ترفض. بالظبط. وانا ما عنديش اعتراض على ده. الست عندها حريه القبول والرفض. لا انت عامله مبادره ما تخربوش، كفايه خراب بيوت. ايوه ما انا بقول كفايه الست اللي بتطلب انها يعني سمعتي يعني حضرتك سمعتي اسس المبادره او انا بتكلم فيها عن ايه؟ مبادرة مستفزه. هم ناقصهم عارفين يصرفوا على زوجه واحده لما هيصرفوا على دي اهانه للراجل. دي اهانه للراجل. ده حضرتك بتعمليه. بقول لك ايه، ما بيعرفوش يصرفوا. انا ست عندي 300,000 قضيه، لا عايز يدفع نفقه ولا عايز يدفع مدارس. انا بتكلم عن الراجل القادر المحترم اللي يقدر يعدل ما بين الزوجتين. لكن اللي حضرتك بتقوليه دلوقتي عيب انك تقولي على الراجل المصري ان هو مش قادر. لا مش قادر. مش لا ما قالتش عن المصري في العموم. والمصري في العموم بس. طب ما ايه رايك؟ انت كده حضرتك ما بتحترميش الراجل المصري. انا في وشايفه ان الراجل المصري غير محترم وغير قادر ان هو يفتح اسرته. وشايفه الخيبه القويه